نهار كبير هذا وسعى مبروك، عيد مبارك سعيد للجميع. تنتواجدوا هنا في ساعة جامع الفناء بهذ الاجواء ديال العيد تيدوزو زينين، والوقت مبرع والناس ناشطين، كلشي تيضحك كلشي فرحان، اجواء ديال العيد. لكن واخا اليوم العيد تيكونوا الاجواء زوينين عاوتاني اكثر من الايام الاخرى، مرحبا بكم، تيكون فيه البيع والشراء عاوتاني مزيان وكلشي تينشط، لا الاوروبيين ولا الناس ديال الداخل. وتنتمناو ديامني يبقى هكا الاجواء ان شاء الله الرحمن الرحيم. الغلا اللي شفناه هذا العام هذا اللي الحاولي ما كلناه تاكلناه هو الاول. عيد مبارك سعيد بعدا، وتشوفوا الاجواء كي دايره في مراكش تبارك الله، كاينين السياحه الحمد لله، حتى السياحه الداخليه كاينه في هذا العيد، هذا الاجواء ديال العيد. ومبارك سعيد على العيد ديالنا والعيد المغاربه، الله يدخل عندنا الصحه والسلامه، وتشوفوا العيد كي داير الاجواء والله الا زينه. ومن الاجواء ديال العيد احسن من الايام قبل، العشرين يوم قبل من العيد كانت القضيه ناقصه شويه مع عباد الله، دابا مع العيد وكلشي دابا مزير راسو على العيد، دابا الحمد لله دابا كاينه السياحه. اليوم هذا تشوف السياحه وتشوفوا الاجواء كي دايره الحمد لله، الا بخير وعلى خير، وتحياتي لكم وعيد مبارك سعيد. مراكش راه مبرع الحمد لله، وديما مبرع ومرحبا بكم، شوف ارضنا ارضكم والاجواء راه مبرعه، وشوفوها انت هز اخويا، شوف الجو كي داير، شوف البلاد كي دايره، راه فيها صيف والشتوى مبرعه ومتيكه، ولا عجبتك شي طنجيه جي لعند خوك النجاع ويقاد لك بالمعشق. عرفتي الاجواء العيد بعدا كيف كيدوز عندنا، راه ما نقولكش بعدا في المدينه القديمه راه احسن اجواء العيد كيدوزوا في المدينه القديمه. ابا حمدان هو سولوه، قول لهم ابا حمدان ديما كوكب، وهو كوكب كوكب هادشي علاش مراكش. We were in Marrakesh 1 week before and it was completely different. Right now it's not so crowded. I like it how it is right now. I would like to know more about the like the holiday and the celebration and why and what's happening exactly. I find it very hospitable, I don't know the adjective, you understand, for the foreigners to be here. But I cannot say that is of good purpose, because these days I can understand that it is very important for the family, and this moves me a lot. But it's a beautiful city, and I think the chaos of this place specific, I cannot say and pronounce the square correctly, should be crowded.